كاسات التشيز كيك بالتوت البري. بالنسبة للتوبينج عندنا 250 جرام توت بري، 2 معلقة كبيرة سكر، نص معلقة صغيرة فانيليا. بالنسبة للبسكوت هيكون 1 كوب بسكوت مطحون. بالنسبة لحشو التشيز كيك هيكون 25 جرام زبدة، 250 جرام جبنة ماسكربوني، 100 مللتر كريمة، ومن 2 ل 4 معلقة سكر بودرة كبيرة. هنبتدي نخلط مقادير الحشو، وكمان هنحط التوبينج اللي هو هيكون معمول بالتوت البري على النار. هنحطه على نار متوسطة مع السكر والفانيليا، وهنسيبه لحد ما يتقل ويبقى تقريبا زي المربى. وبالنسبة للحشو هنحط الماسكربوني والزبدة والكريمة، هنخلطهم مع بعض الأول، وبعد كده هنزود السكر البودرة. ودلوقتي هحط السكر البودرة وهنخلطهم مع بعض مرة تانية. ده بيكون شكل التوت بعد ما بيتطبخ، ده بيكون شكله زي المربى كده تقريبا. وبكده يبقى المكونات عندنا كلها جاهزة. هنبتدي نحط الحشو في البايكنج باج. وهنجيب كاسات ونبتدي نحضر التشيز كيك. ودلوقتي هنبتدي نحط البسكوت في الكاسات. وبعدين هنحط جزء من حشو التشيز كيك.